بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه. أمر بأداء الأمانة ونهى عن الخيانة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق في إبلاغه وبيانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والديانة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن كل عبد فهو محمل بالأمانة فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين ولاة الأمور، وفيما بينه وبين الناس. فليكن أميناً محافظاً على أمانته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كثيرة وثقيلة، ولها حساب عند الله عز وجل يوم القيامة. فمن تهاون بها في هذه الدنيا وسلم من العقوبة فلن يسلم من عقوبة الله له في الآخرة. فحافظوا على أماناتكم وأدوها كما أمركم الله عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والله يبتلي بهذه الأمانة عباده ليتميز المحافظ عليها من المضيع لها والمتهاون بشأنها. والأمانات كثيرة، ولكن منها الأمانة في أداء الأعمال التي ائتمن عليها ولي الأمر لبعض الناس الأفراد أو للشركات، فعليهم أن يحافظوا عليها. فمن ولي على عمل فإنه أمانة في عنقه، يبادر بأدائها كما أمره الله سبحانه وتعالى، وينزه نفسه وكسبه ومأكله ومشربه من الخيانة في الأمانة. فهي ابتلاء وامتحان، فمن حافظ عليها وأداها نال الجزاء من الله عز وجل، ومن خانها فإنما يخون نفسه، وإنما يرجع ضرر الخيانة عليه، وسيحاسب عن ذلك يوم القيامة. فيجب على من تولى عملاً وظيفياً أن يؤديه بالوفاء والتمام، وأن يحافظ على الدوام الرسمي، ولا يتخلف إلا لعذر شرعي مع طلب الإذن من المرجع المسؤول، حتى تبرأ ذمته ويسلم من اللوم والعتاب. فإن تخلفه عن الدوام يسجل عليه ويحسب عليه، قد يكون متراكما ثم يؤثر ذلك على مستقبله، وقد يطرد من الوظيفة فينال الخزي والخسارة. لا تحافظ على الدوام خوفا من الناس، ولكن حافظ على الدوام خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإنه وإن تغاضى عنك المسؤول أو كذبت عليه وبررت عذرا، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتركك بلا حساب ولا عقاب. وكذلك من تولى مالا من أموال المسلمين فعليه أن يحافظ عليه، وأن يحفظه، وأن يؤديه بالوفاء والتمام.
لا يبخس منه شيئا، فإن الذين يأخذون من الأموال العامة يأخذون غلولا، والغلول كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه أن يحافظ على ما ولي عليه من الأموال وأن يؤديها بالوفاء والتمام، ولا يتساهل فيها في حفظها وفي أدائها، فإنه محاسب عن ذلك في الدنيا والآخرة، وإن فاته حساب الدنيا فلن يفوته حساب الآخرة. كان رجل من الصحابة قد ولي على عمل، فأتاه المفتشون والمراقبون ليحاسبوه، فقال لهم: حساب في الدنيا وحساب في الآخرة لكم عملكم، وترك العمل خوفا من الحساب. اتقوا الله عباد الله. كان رجل مع الصحابة يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شجاعا في الحرب، أعجب الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، ما أبلى أحد مثل ما أبلى فلان. قال: هو في النار. فأشكل ذلك على الصحابة، ففتشوا في ما معه، فوجدوا عنده شملة غلها من الغنيمة، فقالوا: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا، إن كان شاة، إن كان مالا، يأتي به يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولكن كما جاء في الحديث: في آخر الزمان تتخذ الأمانة مغنما، فمن استرعي على مال اعتبره غنيمة يأخذها له، لأنه لا يخاف من الله سبحانه وتعالى. وكذلك المقاولين، كذلك في المقاولين الذين يتولون المقاولات ويتعهدون بها لولي الأمر، ثم يخونون في الأعمال ويغشون فيها وينقصونها، وقد يسلمون بأسباب، منها الرشوة والغش للمراقبين، ويشتركون في الإثم والعدوان. المراقب الذي أعطاه شهادة على تمام العمل، والعامل الذي غش في عمله، كلهم خانوا الأمانة وسيحاسبون عن ذلك. إن سلموا في الدنيا وزوروا فلن يسلموا في الآخرة، فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وله كتاب مسجل فيه كل أعماله وتصرفاته، ومنها الخيانة في الأمانة، وهي حقوق الخلق أيضا. حقوق الخلق لا تسقط إلا إذا سمحوا عنها، فلو سمح عنك المراقب فلن تسمح عنك الرعية التي لها حق في هذا المشروع بأن تؤديه بالوفاء والتمام. فعلى المقاولين وعلى المراقبين، مراقبين عليهم، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما ولوا عليه وأتمنوا عليه، ولا يخونوا الله والرسول، ويخونوا ولي الأمر، ويخونوا المسلمين في مالهم العام. فعليهم أن يتقوا الله فيؤدوا العمل كما تعهدوا به، وعلى المراقبين عليهم أن لا يمنحوهم شهادات مزورة، بل لا بد أن تكون الشهادة على حق، على وفاء العمل وتمام العمل ومطابقة المقاولة على ما تعهد به المقاول، وإلا فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وهو غال غال. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، سيأتي هذا المقاول الخائن بكل الأموال التي غش فيها وأخذ مقابل لها، سيأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته فضيحة له،
وعقوبة له أمام الله وأمام الخلائق يوم القيامة. فلا يظن أنه إذا أخفى هذا عن الناس أنه سيخفى على الله، لا يظن أنه إذا سجل له المراقب شهادة وزكاه بها في عمله، لكن الملك سجل عليه خيانة وكتبها في ديوانه في سجله، ثم يوم القيامة يدفع له هذا السجل ويحاسب على ما فيه. فليتق الله هؤلاء الذين يتولون المقاولات ويعتبرونها مغنما ولا يؤدونها على وجهها، ويزورون ويغشون في العمل أو ينقصونه، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كذلك من ولي على مال عام فإن عليه أن يحافظ عليه، فمن كان على خزينة الدولة فإن هذه أمانة عظيمة. أنت لو كان عندك أمانة 10 ريالات أو أقل فإنها أمانة ثقيلة، فكيف بالذي عنده الملايين والمليارات استحفظ عليها؟ ألا يخاف الله سبحانه وتعالى؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا المقاول هذا طفف الميزان والكيل، كيل العمل ما هو كيل الطعام، كيل العمل عند الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فليتق الله هؤلاء وعلى من استحفظ على عمل، سواء للدولة أو للأفراد أو للشركات أو لأي أحد، عليه أن يحافظ عليه ويسلمه بالوفاء والتمام، وإلا فإنه سيأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته. وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فإذا كان عاملاً أو متولياً على عمل وأعطي رشوة فإن هذا غلول. هدايا العمال غلول، أي ما يهدى إليهم من قبل الناس من أجل أن يخونوا الأمانة لهم، فإن هذا هو الغلول والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يكون أميناً في عمله ووظيفته، يكون أميناً على ما استحفظ عليه فيحفظه ويسلمه تماماً ولا يبخس منه شيئاً. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم، هؤلاء مفسدون، ولذلك يسمى الجهاز الذي وكل إليه النظر في هذه الخيانات يسمى بالنزاهة، لأنه يريد أن ينزه الناس عن هذه الخيانات وهذه الاختلاسات التي يعيشون عليها. يا عباد الله، كيف يأكل هذا الخائن؟ يأكل من الأموال التي خانها أو الأموال التي تسامح فيها مع غيره، مع أصدقائه، تسامح فيها لأجل الرشوة، كيف يأكل هذا المال؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، مضطر. قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني لا يستجاب له وإن اجتهد في الدعاء والتضرع والفقر والحاجة إلى الله، لا يستجاب دعاؤه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت على السحت فالنار أولى به. فعلى هؤلاء الذين ابتلوا بالأموال العامة أو الخاصة، عليهم أن يتقوا الله فيها وأن يسلموها وافية تامة ليسلموا
من المسؤولية والحساب أمام الله سبحانه وتعالى. لا يخون في العمل وينقصوه ويظهروه بمظهر العمل التام ويزوروه ويزوقوه وهم غاشون فيه مخادعون فيه. لا تدخل في هذه المقاولات وهذه الأمور إلا وأنت صادق في أن تقيمها على الحق والعدل، أو أن تتركها، اطلب الرزق في غيرها. لا تدخل فيما دخل فيه كثير من الناس وتقلد الناس، تقول كل الناس على هذا أو فلان يسوي كذا، أنت مسؤول عن نفسك، فعليك بإنجاء نفسك، ولا تغتر بكثرة من خانوا الله والرسول وخانوا أماناتهم وهم يعلمون، لا تغتر بهم، فإن لهم يوما يقفون فيه أمام رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسيحاسبون عن الدقيق والجليل والكبير والصغير. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، ومن تولى على عمل وظيفي أو على مقاولة أو ائتمن على شيء فعليه أن يحافظ عليه ويعتبر هذا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى قبل الناس، فعليه أن يحافظ على أمانته. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعيها ويحفظها كما يحفظ ماله. لو أن إنسانا أخذ من مالك شيئا بغير حق، هل ترضى وتسكت أو تشتكي وتحاكم وتخاصم؟ كيف لا ترضى بالخيانة لنفسك وترضى بالخيانة للناس؟ فاتقوا الله عباد الله. ومن علمتموه يخون في عمله، يخون في أمانته، يخون في مقاولته، فلا يسعكم السكوت عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أنت لا تقدر أن تغيره بيدك، ولكن بلغ عنه ولاة الأمور، أبرئ ذمتك وذمته هو أيضا، إن سكوتك عليه يضره هو قبل أن يضرك. فبلغ عنه حتى يطهر من هذه الجريمة البشعة، حتى يتطهر المجتمع كله. فلو أن الناس تناصحوا فيما بينهم لما وجد بينهم خائن، ولكن إذا دلس الناس وسكتوا انتشر الخونة ونشطوا وصار لهم رواج عند الناس. إن هذا المال لله عز وجل، وهذا المال إنما هو أمانة عندكم لله عز وجل، فأحسنوا فيه وحافظوا عليه، ومن تولى منه شيئا فلا يبخس منه شيئا. على المسلم أن يكون أمينا فيما ائتمن عليه، يحافظ على أمانته ويؤديها بالوفاء والتمام. قال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك،
ولا تخن من خانك. فعلى المسلمين أن يتنزهوا عن هذه الخيانات المالية والاختلاسات، وأن ينزهوا إخوانهم بالنصيحة والموعظة أو بالرفع بشأنهم إلى من يأخذ إلى أيديهم لينجو ولينجو الجميع. فإن الخيانة إذا أهملت استشرت وانتشرت ونشط الخونة. أما إذا علموا أن هناك من يرصد أعمالهم فإنهم ينكفون عن هذا. إن لم يكن بهم إيمان يردعهم فسينكفون خوفا من العقوبة، وينكفون خوفا من الفضيحة. ولكن لما سكت الناس وتركوا هؤلاء العابثين في أموال المسلمين وفي المجتمع نشطوا واتخذوا هذه الخيانة مصدرا للكسب، يتبارون فيها ويتسابقون فيها خائن من وراء خائن. اتقوا الله عباد الله، نزهوا مجتمعكم من هذه الخيانات في المسؤوليات، من هذه الخيانات في الأعمال في الأموال. حافظوا على أماناتكم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه الصفات من صفات المؤمنين الذين يدخلون الجنة، أولئك في جنات مكرمون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إن الأمانة عظيمة يا عباد الله، وليس هناك أحد ليس عليه أمانة، ليس هناك أحد إن سلم من الأمانة أمانات الناس لن يسلم من الأمانة ما فيما بينه وبين الله عز وجل، فيما بينه وبين ولاة الأمور أمور المسلمين. فكونوا ناصحين لأنفسكم أولاً ولعوائلكم. هؤلاء الذين يخزنون هذه الأموال بالخيانة والغش، هؤلاء يطعمون أولادهم زوجاتهم ضيوفهم، يطعمونهم من الحرام ويغذونهم بالحرام. والمسؤولية ليست على هؤلاء، المسؤولية على القيم، على البيت الذي يخون في أمانته. فيتحمل الأمانة، يتحمل إثم ضياع الأمانة، ويتحمل هؤلاء الذين أطعمهم من الحرام. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المسؤولية عظيمة، ليست من أجل الناس والمراقبين فقط. عليك رقيب، عليك رقيب لا يغادر ولا يغفل ولا ينام. عليك ملائكة حفظة يراقبون أعمالك ويكتبونها، يسجلونها عليك، وستجدها يوم القيامة في أصعب موقف، ولا يمكنك أن تتخلص منها أو أن تكذب أو أن تستعين بذي جاه يخلصك منها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اتقوا الله عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار، من شذ عن الجماعة شذ في النار والعياذ بالله. خلع رقة الإسلام من عنقه كما في الحديث. فعليكم بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فإن هذا طريق النجاة الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عند الاختلاف، عند الشقاق والنزاعات والثورات، عند الفتن، الزموا جماعة المسلمين وإمام المسلمين كما أوصاكم بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخص منهم الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً. اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، مأوى أفئدة المسلمين حجاجاً ومعتمرين. اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مستقرة، اللهم احفظها بحفظك، تولها برعايتك، وأمدها بنصرك وتوفيقك. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين والمرتدين، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأساً وأشد تنكيلاً. اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر بهم دينك، واحفظ بهم أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.